أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء. النهاردة هنتكلم عن المعدلات الزمنية المرتبطة في التفاضل، وتعودنا باستمرار قبل ما نبدأ في الحلقة بعمل مراجعة سريعة وأعرض أفكار جديدة مهمة بالنسبة للجزء اللي اتدرس قبل كده. فقبل ما أحل السؤال الأولاني في الجزء المطلوب الجديد اللي هي مراجعة على اللي فات، في حاجات أساسية أنا كنت بقولها في أول حلقة. الحاجات الأساسية دي مبنية عليها كل الأفكار اللي هي بتبقى فيها فكرة مهمة في الامتحان. أفكركم بحاجة مهمة جدا وبعد كده أخش على المسائل. إحنا كنا عارفين إن جا تربيع س زائد جا تربيع س دي كانت بتساوي 1، كلنا حافظين الكلام ده وعرفنا. هنا لما قسمنا طرفي المعادلة على جا تربيع أصبح إن ظا تربيع س زائد 1 بتساوي، طبعا 1 على جا تربيع بتديني ق قتا اللي هي 1 على قسمت على جا تربيع بتديني اللي هي ق تربيع س. ممكن من هنا أقول إن ق تربيع س ناقص ظ تربيع س بتساوي 1. دي علاقة مهمة. طب نقدر نقول تاني لو قسمنا على جا تربيع يبقى 1 زائد زتا تربيع س بتساوي قتا تربيع س، برضو دي نقطة مهمة. ممكن أقول إن قتا تربيع س ناقص زتا تربيع س بتساوي 1، ودي الفكرة اللي هبدأ عليها مسألتي، دي النقطة المهمة اللي أنا هوصل لها. نشوف السؤال بيقول إيه. السؤال بيقول لي إذا كانت ص بتساوي قتا س زائد زتا س على قتا س ناقص زتا س فإن د ص على د س بتساوي، يبقى مديني هنا ص بتساوي، أدي ص بتساوي شرطة كسر، نبص مع بعض أهي إن قتا س زائد زتا س على قتا س ناقص زتا س، عايزين نجيب المشتقة الكده. هل في علاقة بتجمع بين القتا والزتا؟ انا كتبت العلاقة اللي بتجمع بين القتا والزتا وقلت ان قتا تربيع ناقص زتا تربيع بتساوي 1. العلاقة اللي انا طلعت بيها هكتبها اهي، ان قتا تربيع س ناقص زتا تربيع س دي بتساوي 1، دي اللي هتفيدني في عملية الحل. نشوف الكلام ده. هنا واضح الكسر في صعب جدا اطبق قاعده المقام تربيع المقام في مشتقه البسط، والبسط ناقص البسط في مشتقه المقام هتاخد مني مجهود كبير، يبقى انا هحاول استفيد من العلاقه دي في الحل. يا اما اضرب بسطا ومقاما اخلي المقام واحد او اخلي البسط بيساوي 1. فهنا اخلي البسط بيساوي ايه؟ 1 كده. لو ضربت بسطا ومقاما في اللي هي قتا س زائد ناقص زتا س، يعني كده لو قلت كده ادي ص بتساوي، ادي الشرط ادي الكسر الاولاني اهو اللي هو قتا س زائد زتا س على قتا س ناقص زتا س. اتفقنا هنضرب بسطا ومقاما في، ضربت في قتا س ناقص زتا س. واحد يقول لي حل تاني، برضه هقول حل تاني، يبقى هضرب فوق في قتا س ناقص زتا س، ضربت بسطا ومقاما يبقى ما غيرتش، يبقى قتا س ناقص زتا س. تمام. المقام ده مربع كامل، خلاص يبقى ممكن اقول ان ص بتساوي شرطة الكسر بتاعتي اهي بقى تحت عبارة عن قتا س ناقص زتا س الكل تربيع دي في دي، لكن اللي فوق دي عبارة عن فرق من مربعين، يعني مربع الأول اللي هي قتا تربيع س ناقص زتا تربيع س، وقتا تربيع س ناقص زتا تربيع س لسه كاتبها بواحد، يبقى دي أصبحت 1 على قتا س ناقص زتا س الكل تربيع. طبعا كده بسطت الصورة اللي هي كانت في الوضع الأولاني كتبتها كده، خلي بالك الكل تربيع. هطلع دي من المقام للبسط بغير إشارة الأس، أصبحت دي ص بتساوي قتا س ناقص زتا س الكل أس سالب 2. هنا سهل جدا أشتق، نشتق مع بعض كده ونشوف. أول حاجة بشتق الأس، يبقى هنا ص شرطة أو د ص على د س، د ص
على د س، بنزل الأس سالب 2 في قتا س ناقص زتا س، بنقص من الأس 1 بقت سالب 3. خلي بالك معايا في مشتقة ما بداخل القوس، يبقى هفتح كده وأقول مشتقة ما بداخل القوس، ما دام فيها ت بحط سالب في الأول، قتا بقتا صاد قتا س زتا س، قتا س زتا س. طيب هنا الزتا هتبقى هنا واضح انها هتتكتب بعد كده، اللي هي انا لما ضربت دي فرق بينهم ربعين، يبقى هنا هتبقى دي زائد، هتبقى مشتقه الزتا بسالب قتا تربيع، السالب اثرت وبقت قتا تربيع س. خلاص كده عندي، نبدا نشتغل على دي. طبعا هعمل كده، هنزل اللي فوق دي تحت، هنزل دي تحت بغير اشاره الاس، بقت هنا السالب، خلي بالك معايا، هطلع من هنا جوه قتا سالب قتا س، هطلع سالب قتا س، يبقى هنا في سالب 2 وهنا سالب قتا س. افتح قوس، ايه اللي جوه؟ اتفضل، خدت سالب قتا س، خلي بالك اصبحت دي هنا عباره عن ايه؟ زتا س، زتا س وبعدين ناقص قتا س. لحد كده مفيش مشكله، ولسه انا نزلت دي تحت، دي اس سالب 3 تنزل تحت اس 3، اهو نزلناها تحت كده، بقت اهي عبارة عن قتا س ناقص زتا س الكل تكعيب، ناقص زتا س الكل تكعيب، مغير الإشارة منزل من مقام البسط، هشيل القوس ده اللي هو ده مع واحدة من التكعيب، يتفضل قوس تربيع، خلي بالك سالب في سالب بموجب، أصبحت كده دال صاد على دال س، دال صاد على دال س بتساوي شرطة الكسر بتاعتي اهي، المقام بتاعي اما جيت عملت المقام قلت شلت دول تلات اقواس تحت وشلت منهم قوس، بقت تحت قتا س ناقص زتا س الكل تربيع، يبقى هنا تحت قتا س ناقص زتا س الكل تربيع، قتا س ناقص زتا س الكل تربيع. بعد كده بصينا في البسط بقى، خلي بالك معايا، احنا ايه قلنا هنا؟ ادي سالب في سالب بموجب ب 2 قتا س، يبقى هنا فوق 2 قتا س، يبقى الاجابه بتاعتي المفروض دي تبقى دي موجوده. هنشوف الاجابه دي موجوده ولا مش موجوده، لو مش موجوده هنراجع اجابتنا. نبص الاستعجال بيسيب غلط، نبص مع بعض كده، اللي هي عندي اللي هي واضح من مسالتي كده انها ايه، عندي 2 قتا س على قتا س ناقص زتا س، واضح ان هي الاجابه الاولى اللي هي عندي اللي هي دي 2 قتا س على قتا س ناقص زتا س الكل تربيع، اهي الاجابه بتاعتي، يبقى الاجابه بتاعتي هنا اللي هي تعتبر بالنسبه لي ال. طبعا واحد يقول لي هل في حل تاني؟ اه ممكن يكون في حل تاني. الحل التاني ايه؟ انت قلت يا مستر هقوله بس بدايته كده وانت على طول بتكمله، كانت صاد عندي كانت بتساوي اهو، كانت الكسر عبارة عن قتا س، قتا س وبعدين زائد زتا س على اللي هي قتا س ناقص زتا س. خلي بالك معايا هنا، أنا هناك ضربت في إيه؟ خليت أما ضربت بسطا ومقاما في قتا س ناقص زتا س. واحد يقول لي طب ما نضرب فوق وتحت في قتا س زائد زتا س، يعني هروح ضارب فوق في قتا س زائد زتا س بسطا ومقاما، اهي مسألة تانية، قتا س زائد زتا س بسطا ومقاما، أصبح المقام على صورة فرق بين مربعين، قتا تربيع س ناقص زتا تربيع س اللي هي بتديني واحد، أصبحت ص في الحالة دي بتساوي اللي هي قتا تساوي اللي هي قتا س زائد زتا س الكل تربيع، تمام كده. طيب أشتق دي، يبقى واضح ان هقول دال صاد على دال س، بقت سهله لان المقام عندي بواحد، دال صاد على دال س بتساوي اشتق الاس اول حاجه، يبقى 2 في قتا س زائد زتا س في مشتقه ما بداخل القوس، اشتق ما بداخل القوس مشتقه القتا بسالب اللي هي ايه، عباره عن ايه، سالب قتا زتا، قتا س زتا س، تمام، مشتقه الظا بسالب قتا تربيع س. كويس، نيجي نبص مع بعض كده، اللي هو عندي
انا هطلع سالب قتا مشترك، هتبقى كده ادي سالب 2 قتا س، وبعدين هفتح قوس بقت قتا س زائد زتا س في قتا س، هنا في زتا س اهي، يبقى هنا دي قتا س، طلعت الناقص مشترك يبقى هنا اصبحت دي قتا س، وبعدين خلي بالك اهي دي زائد زتا س، طلعنا السالب مشترك بقت هنا ايه قتا س زائد زتا س. خلاص خلي بالك هو في ناقص هنا معايا عشان بس نشوفها مع بعض، هنا اما خدت القتا س يبقى ايه قتا س ناقص زتا س يبقى دي ناقص، يبقى صح ناقص دي ناقص، الاجابه بتاعتي قال. نيجي نبص مع بعض هنا دي هتبقى ايه سالب 2 قتا س مضروبه في قتا س زائد زتا س الكل تربيع، تمام. لكن هو ده مش الموجود في المطلوب، المطلوب في كسر، المطلوب كسر من الكسور، يعني هنا دي اللي هي برضو زي ما هي سالب، مطلوب كسر من الكسور دي. طب نعمل ايه يا مستر دلوقتي؟ هضرب فوق، انا عايز ايه المقام قتا س ناقص زتا س الكل تربيع، هضرب فوق وتحت، هضرب فوق وتحت، هضرب في قتا س ناقص زتا س الكل تربيع، تحت هنا برضو هقول قتا س ناقص زتا س الكل تربيع. خلي بالك فوق دول فرق بين مربعين، تطلع قتا تربيع ناقص زتا تربيع الكل تربيع، يعني واحد تربيع، واحد تربيع بكام؟ بواحد، يبقى اصبحت دي بتساوي سالب 2 قتا س على اللي هو قتا س ناقص زتا س الكل تربيع، يبقى الاجابه بتاعتي ا. يبقى ممكن احل بالطريقه الاولى او الطريقه الثانيه. نشوف السؤال الثاني، مهم جدا جدا وممكن يكون سؤال الامتحان، وهنشوف هنحله ازاي. السؤال الثاني بيقول ايه؟ اذا كانت ص بتساوي ا س اس ن وناقص ب س اس ن زائد 1 زائد 5 كثيره حدود و ا و ب تنتمي لح موجب، فان المشتقه النونيه هنا لصاد يمكن ان يمثلها احد الاشكال الاتيه. طيب قبل ما احل برضه هفكرك بحاجه مهمه، لو عندي صاد بتساوي ا س اس 5، انا عايز اجيب الاشتقاق الخامس، الاشتقاق الخامس يعني هجيب صاد شرطه بتقول لي 5 ا س اس 4، الاشتقاق الثاني صاد شرطتين بتساوي 5 في 4 ا س اس 3، الاشتقاق الثالث ص 3 شرط بتقول لي 5 في 4 في 3 ا س اس 2، الاشتقاق الرابع ص 4 شرط، خلي بالك معايا يبقى 5 في 4 في 3 في 2 ا س. طب الاشتقاق الخامس اهم حاجه ص 5 شرط، ادي 3 4 5 بتساوي ايه؟ 5 في 4 في 3 في 2 في 1، يعني بتساوي هنا ا في مضروب 5، لانها 5 دي كده. يبقى خلاص عرفنا اما تبقى كده، يبقى الاشتقاق النوني لو دي ص بتساوي ا س اس ن، لو اشتقيت دي هنا ن من المرات يبقى ص شرطه لخمس مرات هتبقى ايه ا مضروب ن على طول مباشره. ده الحته اللي انا عايز اوصلها. نشوف السؤال بقى هنا كتب ايه. بيقول لي ص بتساوي ا س اس ن ناقص ب في س اس ن زائد 1 زائد 5، ادي ص بتساوي ا س اس ن ناقص ب في س اس ن زائد 1 زائد 5، احنا عايزين الاشتقاق ن من المرات، نركز مع بعض انا لسه كاتب الفكر. يبقى هنقول د لصاد اس ن على د س اس ن بتساوي دي على طول تديني ا في مضروب ن، خلاص دي تديني ايه بقى؟ يبقى سالب ب في مضروب نون زائد 1 في س، ده الإجابة. وصلنا ليه؟ طب دي معادلة، هنا خلي بالك في المعادلة دي أنا حافظ حاجة من المعادلات الأساسية اللي قلناها، أما نقول إن ص بتساوي أ س زائد ج، دي معادلة مستقيم ميله أ وبيقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات جزء طوله ج. طب نوضب دي على هذا الشكل، ممكن نكتبها د ص اس ن
على دال سين أس نون، هنا المشتقة هي دال نون لصاد بتساوي، خلي بالك هنرتبها، هنكتبها سالب ب في المضروب نون زائد واحد لسين زائد ألف مضروب نون. ده هقارن دي بدي، يبقى ده ميل المستقيم اهو، ده ميل المستقيم، ده اسمه ميل المستقيم، ده الميل، وده طول الجزء المقطوع من محور الصادات، وده طول الجزء المقطوع من محور الصادات. مهمة جدا المسألة. طب يا مستر يبقى الميل سالب والجزء المقطوع من محور الصادات موجب. نشوف الرسومات التلاتة الأربعة. هنا الميل موجب لأنه بيصنع زاوية حادة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، يبقى دي مستبعدة. هنا المماس بيوازي محور السينات، يبقى هنا واضح إن المشتقة بتساوي صفر. هنا الميل سالب وبيقطع من جزء الموجب لمحور الصادات جزء طوله موجب، يبقى شكل محل المسألة هو جيم، يبقى الإجابة بتاعتي هي جيم. نشوف الأخيرة كده. هنا الميل سالب لكن بيقطع من محور الصادات جزء سالب، يبقى المسألة أنا وضبتها على صورة معادلة المستقيم، يبقى دي معادلة مستقيم ميله سالب لكن بيقطع من محور الصادات جزء طوله جيم، يبقى إجابتي هي الإجابة اللي هي جيم. نشوف سؤال تاني ونشوف هنحل إزاي. سؤال تاني برضه، فكرة جديدة في المراجعة على أساس إنك أنت تبقى إيه، الناس اللي لسه أول مرة بتسمعنا تبقى إيه فهمت، راجعنا لها المنهج في مسألتين ثلاثة من المسائل المهمة. بيقول لي إذا كانت سين بتساوي جا صاد فعايزين المشتقة التانية لصاد على سين، يعني هنا مديني خلي بالك إن السين بتساوي جا صاد، طلب مني المشتقة التانية أو صاد شرطتين بمعنى أصح. ماشي، هشتق مشتقة السين بواحد، مشتقة جا صاد بجتا صاد، ومشتقة الصاد بدال صاد على دال سين. خلاص احنا جبنا دي المشتقة الأولى، عايزين المشتقة التانية. طب اوضب دي يا مستر، يبقى اذا دال صاد على دال سين بتساوي واحد على جتا صاد، مقلوب الجتا بقا، يبقى دال صاد على دال سين بتساوي قا صاد. يوصلنا لدي اللي هي دي. انا عايز المشتقة التانية، يعني هشتق مرتين صاد شرطين، يعني دال اتنين صاد على دال سين تربيع، اشتق كمان مرة يبقى دال اتنين صاد على دال سين تربيع بتساوي مشتقة القاصاد، هتبقى قا هنا طبعا ايه عندي قاصاد زاصاد، في مشتقة الصاد في دال صاد على دال سين. كويس، لكن هو في المطلوب بتاعه او في الاختيارات ما فيش حاجة فيها ايه ولا قا ولا قتا ولا حاجة، عايزة تخلص كلها بدلالة السين. نفك دي ونظبطها، القا مقلوب الجتا يعني واحد على جتا، يبقى واحد على جتا صاد، والظا جا صاد على جتا صاد، جا صاد على جتا صاد، والدال صاد على دال سين انا لسه كاتبها، دال صاد على دال سين بتساوي ايه يا مستر؟ واحد على جتا صاد، واحد على جتا صاد. مسألتي أصبحت إن دال اتنين صاد على دال سين تربيع بتساوي في البسط جا صاد، وفي المقام أصبح جا تكعيب صاد. برضو أنا ما وصلتش للحل، الحل عايز بدلالة السين، أنا عارف إن سين بتساوي جا صاد، يبقى ممكن أستبعد اللي فوق وهكتب إن دي بسين، لكن اللي تحت جتا تكعيب صاد. طب اشتغلها ازاي دي؟ هل في علاقه بتجمع بين الجا والجتا؟ اه، الحاجات اللي قلناها في الاول خالص مهمه جدا، عرفنا ان جا تربيع سين او جا تربيع صاد زائد جتا تربيع صاد بتساوي واحد. انا عايز اتخلص من الجتا، هودي الجا في الطرف الثاني باشاره ايه؟ سالبه، يبقى اذا جتا تربيع صاد بتساوي واحد ناقص جا تربيع صاد. طب ما الجا صاد بكام يا مستر؟ بسين، يبقى اصبحت جتا تربيع صاد بتساوي واحد ناقص سين تربيع. نجيب الجتا، يبقى اذا الجتا بتساوي الجذر التربيعي، يبقى جتا صاد بتساوي الجذر التربيعي اللي واحد ناقص سين تربيع، لكن هو طلب مني جتا تكعيب صاد، يبقى جتا تكعيب صاد
هكعب هنا هتبقى واضح انها واحد ناقص س تربيع الكل اس نص، الكل تكعيب بتلاتة على اتنين. طب نوصل بقى نعوض هنا، عوض هنا يبقى المشتقة التانية، يبقى ص شرطتين بتساوي فوق س وتحت عندي واحد ناقص س تربيع الكل اس تلاتة على اتنين. طبعا هل الكلام ده موجود ولا مش موجود؟ احنا قلنا كلها بدلالة س، يبقى دي ضروري تبقى موجودة. هنشوف الكلام ده المكتوب هنا موجود ولا مش موجود. هنا اما كان مديني ان س دالة في ص في جا ص وطلب مني المشتقة التانية، هل دي س على واحد ناقص س تربيع الكل تكعيب؟ لا. هل دي س على واحد ناقص س تربيع الكل اس 3 على 2؟ اه، س على واحد ناقص س تربيع الكل اس 3 على 2. يبقى واضح الاجابة دي هنا عندي هي ب. برضو الاجابات كلها متقاربه، يبقى اجابتي ب. خلي بالك مساله مهمه، اجابتي ب. نبص الثانيه، س على 1 زائد س تربيع غلط، 1 زائد س تربيع اس 3 على 2 غلط، يبقى اجابتي اللي هي الاجابه ب. وشفنا مع بعض طريقه الحل، مساله مهمه جدا، وده في افكار اللي هو بيمتحن بيها اللي ايه امكانياتك في عمليه الحل. نشوف سؤال تاني ونشوف نحله ازاي. السؤال الثاني بيقول لي اذا كان العمودي على المنحنى ده عند النقطة ألف و ب الواقع عليه، كلمة الواقع عليه يبقى النقطة دي بتحقق معادلة المنحنى. يبقى أول حاجة كان مديني معادلة، عايز هنا أولا مديني التسعة ص تربيع بتساوي س تكعيب، والنقطة ألف و ب تنتمي للمنحنى، تنتمي للمنحنى. ما دام بتنتمي للمنحنى إذا بتحقق معادلته، يبقى إذا أحط س بألف والصاد ب، يبقى أقدر أقول إن تسعة ب تربيع بتساوي ألف تكعيب، ودي خطوة مهمة جدا، ودي اسمها بالنسبة لي واحد. نكمل مع بعض ونحط خطوات المسألة. إذا كان العمودي على المنحنى ده عند النقطة الواقع عليه يقطع محوري الإحداثيات من محوري الإحداثيات أجزاء متساوية في الطول، آه، فإن أ بتساوي. طب معادلة المستقيم اللي بيقطع من محور السينات والصوادات أجزاء متساوية كنا عارفينها، اللي هي س على أ زائد ص على ب بتساوي واحد. يعني هنا هديني أ بيساوي ب، يعني هنا الجزء المقطوع من محور السينات بيساوي الجزء المقطوع من محور الصادات. نقرأ تاني، إذا كان العمودي على المنحنى ده عند النقطة أ و ب يقطع من محوري الإحداثيات أجزاء متساوية في الطول فإن أ بتساوي. نمشي خطوة خطوة. يبقى إيه الخطوات اللي هعملها يا مستر؟ أول حاجة هنجيب ميل المماس، أول خطوة. خطواتي أهي، واحد بنوجد ميل المماس، نوجد ميل المماس. تاني حاجة بجيب ميل العمودي. تالت حاجة بجيب معادلة العمودي. كده أنا حددت الخطوات اللي هعملها. أول حاجة هجيب ميل المماس، أدي المعادلة اللي عندي كانت أهي، تسعة ص تربيع بتساوي س تكعيب. خلاص أشتق بقى، تسعة في اتنين بتمنتاشر. هنا بنقص من اس واحد ونقص، يبقى هنا ص في مشتقة الصاد اللي هي الدال ص على دال س، مشتقة الس تكعيب بتلاتة س تربيع. تمام، كل يبقى الاسم على التلاتة، قسمت على التلاتة، قسمت على التلاتة، بقت هنا ست، أصبحت دال ص على دال س بتساوي س تربيع، خلي بالك، على الستة ص. ده اسمه ميل المماس. لسه هجيب ميل المماس عند النقطة أ و ب، يبقى إذا دال ص على دال س عند النقطة أ و ب طبعا بيساوي س تربيع، يبقى الألف تربيع على ستة ص، ص ب ب، يبقى كده ده ميل المماس. طب عايزين ميل العمودي، ما احنا كاتبين اهو، نوجد ميل المماس أول حاجة، تاني حاجة بنجيب ميل العمودي. ميل العمودي بقلب مع تغيير الإشارة، يبقى ميل العمودي بيساوي، هقلب دي وغير الإشارة، يبقى سالب ستة ب على أ تربيع. بعد كده نجيب إيه؟ معادلة العمودي، معادلة العمودي، معادلة العمودي اللي هي عبارة عن إيه؟ ص ناقص ص واحد بتساوي ميل العمودي اللي هو سالب ستة ب على أ تربيع في س ناقص س واحد. أنا بجيب ميل العمودي عند النقطة أ و ب، نبدأ نكتب هنا ص ناقص ب بتساوي خلاص سالب 6 ب على أ تربيع
في س ناقص أ، لأن جبت ميل العمودي عند النقطة أ و ب. طيب عايز أوضحها على صورة س على أ زائد ص على ب بتساوي واحد. نوزع الأول دي، أما نوزع دي كده هتبقى ص سالب ب بتساوي، هدخل دي جوه هتبقى سالب 6 ب س على أ تربيع ناقص في ناقص بزائد 6 أ ب، خلي بالك على أ يبقى 6 ب على أ، لأن أ هتروح مع الأ تربيع، السالب بالسالب أصبحت كده. نيجي بعد كده نعمل إيه؟ أنا عايزها على صورة س على أ زائد ص على ب بتساوي واحد. طب نكتبها في الصفحة التانية كده عشان بس إيه تبقى باينة. وصلنا إن هنا إن ص ناقص ب بتساوي سالب 6 ب س على أ تربيع زائد 6 ب على أ. هدخل السين جوه هتخش بإشارة موجبة، دي هتخش جوه هتبقى هنا 6 ب س على أ تربيع زائد ص، وأطلع الب دي بره هتروح بإشارة موجبة ب زائد 6 ب على أ. وهوحد المقامات هنا في الشمال يبقى هتبقى أ ب زائد 6 ب على أ. أهي وحدنا كده. نيجي هنا بقى يا مستر، أنا عايز دي أحطها على صورة إيه؟ قلنا هنحطها على الصورة س على أ زائد ص على ب بتساوي واحد. إحنا عايزين نكتب س على أ زائد ص على ب بتساوي واحد. عايز أكتب دي س على أ، يعني خلي معامل السين واحد، أدي السين فوق وادي الالف تربيع تحت، وتحتها تقبل 6 ب لان مقام المقام بسط، زائد ص بتساوي الف ب زائد 6 ب على الف. انا عايز اخلي ده واحد، يبقى هقسم طرفي المعادله على الكلام ده. طيب برضو هنا خلي بالك الكلام ده ممكن اكتبه كده، اللي هو يعتبر ب بيساوي اهو، هاخد الب مشترك بيساوي، خدت الب مشترك بقى عندي أ زائد 6 على مين؟ على أ. قسمت طرفي المعادلة عليه، خلي بالك أدي س تربيع أهي زي ما هي، س أهي زي ما هي، وتحت أدي أ تربيع في 6 على ب، قسمت على ده يبقى بكتب في ب في أ زائد 6 على أ، زائد قسمت عليه يبقى هنا أصبحت الصاد على ب في أ زائد 6 على أ، كل ده بيساوي إيه؟ بيساوي اللي هو واحد. نيجي مع بعض كده بنبدأ نشوف نختصر، واحد يقول لي التربيع هيروح مع أ، والبه دي هتروح مع البه دي. هنا بيقول إيه؟ نرجع للسؤال بتاعنا عشان نشوف الحل، بيقول لك إيه؟ إذا كان العمودي على المنحنى ده 9 ص تربيع زائد بتساوي س تكعيب عند النقطة أ وب الواقعة على المنحنى، يقطع محوري الإحداثيات، يقطع من محوري الإحداثيات أجزاء متساوية في الطول فإن أ بتساوي. يعني إذا الجزء ده بيساوي ده، أروح كاتبه قدامي هنقله كده أهو، إن هنا أ على 6 مضروبة في أ زائد 6 هتساوي ب في أ زائد 6 على أ. تاني مع بعض أهو، أ على س، لأن التربيع راحت هنا، يبقى أ على 6 في أ زائد 6 أهو، أ على 6 في أ زائد 6، والتاني ب في أ زائد 6 على أ. نبص مع بعض، واحد يقول لي هقسم طرفي المعادلة على أ زائد 6. الله ماشي، بقت المسألة أبسط كده، شطبنا كده. هضرب طرفي المعادلة ببعض، هتقول لي أ تربيع بيساوي 6 ب، أ تربيع بتساوي 6 ب، ودي معادلة رقم 2. فاكرين المعادلة واحد؟ اه يا مستر، المعادلة واحد. أول معادلة كتبناها في الورقة بتاعتنا إيه؟ قلنا النقطة بتحقق معادلة المنحنى، يعني 9 أ تربيع بتساوي أ تكعيب، وعندي هنا 9 أ، 9 أ، 9 ب تربيع، 9 ب تربيع بتساوي أ تكعيب، ودي المعادلة رقم 1. أحل المعادلتين دول مع بعض. أنا عايز بدلالة أ، يبقى هشيل هنا الب وأحطها أ تربيع على 6، يبقى هنا 9 بره أهي. شلت الب كتبتها أ تربيع على 6، الكل تربيع بتساوي أ تكعيب. نيجي نبص مع بعض، هنا واضح إن 9 على
هربع دي هتبقى 9 في ألف أس 4 على 36 بتساوي ألف تكعيب. 9 مع 36 فيها الأربعة، حاسم طرفي المعادلة على ألف تكعيب، يبقى إذن هنا ألف على أربعة بتساوي 1. طب أنا عايز أجيب قيمة ألف، يبقى إذن ألف بتساوي 4، يبقى الإجابة المفروض تطلع 4. نبص نقرأ السؤال تاني ونشوف السؤال ماشي إزاي. إذا كان العمودي للمنحنى 9 ص تربيع زائد س تكعيب عند النقطة أ و ب الواقعة على المنحنى، يعني النقطة بتحقق معادلة المنحنى، يقطع محوري الإحداثيات من محوري الإحداثيات أجزاء متساوية في الطول، فإن أ بتساوي هل 2 هل سالب 4 هل 4 هل سالب 2؟ واضح الإجابة ج، واضح إجابتي ج، بقول الإجابة ج. يبقى نقطة مهمة جدا في نوعية المسائل دي. ايه النقطة المهمة؟ أنا حددت الخطوات اللي هعملها زي ما كتبت. أول حاجة هجيب ميل المماس، تاني حاجة هجيب ميل العمودي، تالت حاجة بجيب معادلة العمودي، وبعدين بكمل مسألتي. نخش بقى على حاجة اسمها المعدلات الزمنية. هنا كلمة معدل زمني، أي حاجة اسمها معدل زمني يعني اشتقاق بالنسبة للزمن، يعني بشتق بالنسبة للنون. يعني كلمة معدل زمني يعني دال صاد على دال نون، دال سين على دال نون. يعني هنا اما اشتق طول بالنسبة للزمن يبقى الطول بالسنتيمتر كل ثانية، يبقى الطول اما اشتق بالنسبة للزمن سنتيمتر كل ثانية، اما اشتق مساحة بالنسبة للزمن يبقى سنتيمتر مربع كل ثانية، اما اشتق حجم بالنسبة للزمن يبقى سنتيمتر مكعب كل ثانية. وخلي بالك ما هو ممكن السنتيمتر تبقى متر كل ثانية، والسنتيمتر تربيع تبقى متر تربيع كل ثانية، وهكذا. ان ايه كل ما بتتغير والحجم يبقى ممكن متر مكعب كل ثانية. يبقى كلمة معدلات زمنية مرتبطة هو الاشتقاق بالنسبة للزمن، مهمة جدا وسهلة وأسئلتها سهلة. هنشوف مع بعض الأسئلة. السؤال الأولاني بيقول لي إيه؟ إذا زاد طول ضلع مثلث متساوي الأضلاع بمعدل 2 سنتيمتر كل ثانية، فإن محيط المثلث يزداد بمعدل كم؟ يبقى هنا دي تهتم بحفظ القوانين. أنا عارف محيط المثلث المتساوي الأضلاع، محيط المثلث المتساوي الأضلاع اللي طول ضلع لام اللي هو بيساوي 3 لام. خلاص قال لي ايه؟ اذا زاد طول ضلع المثلث متساوي الأضلاع بمعدل 2 سنتيمتر كل ثانية، يعني اعرف ان هنا د لام على د نون بتساوي 2 سنتيمتر كل ثانية، فعايزين هنا فإن محيط المثلث يزداد بمعدل ايه؟ يبقى المحيط كنا بنرمز له بالرمز ح، يبقى ح بتساوي 3 لام. هشتق بالنسبة للزمن، هشتق بالنسبة للزمن، يبقى مشتقة ح دال ح على دال نون بتساوي 3 في دال لام على دال نون. طب هنا دال لام على دال نون بكام؟ ب2، يبقى بتساوي 3 في 2، 3 في 2 محيط، يبقى سنتيمتر كل ثانية، يعني هنا 3 في 2 سنتيمتر اللي هي بتساوي 6 سنتيمتر كل ثانية، يبقى الإجابة المفروض تطلع 6. نبص مع بعض كده. إذا زاد طول ضلع مثلث متساوي الأضلاع بمعدل 2 سنتيمتر كل ثانية، فإن محيط المثلث يزداد بمعدل هل 2 هل 8 هل 4 هل 6؟ واضح الإجابة بتاعتي د. نشوف فكرة تانية بتقول إيه. إذا تحرك جسيم على المنحنى ده، مديني منحنى أهو اسمه س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 10، بيقول لي إذا تحرك الجسيم على المنحنى س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 10، بحيث كان د ص على د ن بيساوي 4، ومديني د ص على د ن بيساوي 4، وطلب مني د س على د ن. خلي بالك دي برضه زي ما عرفنا إنها معادلة دائرة بتمر بنقطة الأصل، وهنا طول نصف قطرها بيساوي الجذر التربيع 10، طول النصف القطر الجذر التربيع 10. طيب انا هحلها حل عادي، انا بشتق كله بالنسبه للزمن، هشتق التربيع س تربيع بالنسبه للزمن، يبقى هتقول لي 2 س في د س على د ن، مشتقة الص تربيع بالنسبه للزمن 2 ص في د ص على د ن، مشتقة الثابت بصفر. هقسم طرفي المعادله على 2، قسمنا على 2 قسمنا على 2 اصبحت س د س على د ن. هو مديني د ص على د ن بكام؟ ب4. هنا خلي بالك بيقول لي ايه؟ عايزين دال صاد على دال نون، دال صاد على نون بتساوي 4، عندما دال سين على دال نون بتساوي جذر 5 وسالب جذر 5. يعني هنا السين بتساوي جذر 5
والصاد بتساوي سالب جذر 5. طيب نيجي هنا نعوض عن السين، هنحط السين بجذر 5، يبقى جذر 5 في د س على د ن. لا انا ما عنديش انا عايز د س على د ن، اكتبها د س على د ن زائد الصاد بسالب جذر 5. احط هنا بقى اشيل الزائد صاد واحط السالب جذر 5 في د ص على د ن بكام؟ ب 4، في 4 بتساوي سالب. ممكن اقسم طرفي المعادله على جذر 5، قسمت على جذر 5، قسمت على جذر 5، واضح ان د س على د ن ناقص 4 بتساوي صفر. هودي دي في الطرف الثاني هتروح باشاره موجبه، يبقى اذا د س على د ن بتساوي 4، يبقى الاجابه بتاعتي تطلع 4. نشوف هل الاربعه موجوده ولا مش موجوده. بيقول لي اذا تحرك جسيم على المنحنى س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 10، بحيث كانت د ص على د ن بيساوي 4، فان د س على د ن عند النقطة جذر 5 وسالب جذر 5 بتساوي 2، 2 جذر 5، 4، 4 جذر 5. واضح الإجابة بتاعتي ج اللي هي أي إجابتي 4 أهي زي ما شفنا. نشوف سؤال تاني ونشوف هنحل إزاي. السؤال التاني بيقول لي إذا كان ص بيساوي س تربيع ناقص 3 س، فإن د ص على د ن بتساوي د س على د ن عندما س بكام؟ يعني عايز قيمة س. نكتب المسألة، مسألة سهلة ومباشرة، إن ص بتساوي س تربيع ناقص 3 س، وهنا أما د ص على د ن بتساوي د س على د ن، طلب مني مطلوب مني قيمة س. هشتق اشتقاق عادي، بشتق بالنسبة للزمن، يبقى بشتق الص بالنسبة للزمن د ص على د ن. مشتقة السين تربيع باتنين سين، في مشتقة السين بالنسبة للنون بدال سين على دال نون. ناقص هنا مش هكتب تلاتة، هقول ناقص تلاتة في دال سين على دال نون. لكن هنا بيقول لي دال صاد على دال نون بتساوي دال سين على دال نون، يعني ممكن اقسم طرفي المعادلة على الاتنين دول متساويين، يعني اقسم كلهم على دال سين على دال نون. هشطب دي، هشطب دي، هشطب دي. هنا بقى واحد بتساوي 2 س ناقص 3، اودي ال 3 هناك في الطرف الثاني باشاره موجبه، يبقى اذا 2 س هتساوي 4. طب انا عايز اجيب قيمه الس، هقسم طرفي المعادله على 2، يبقى اذا الس بتساوي 2. يبقى عندما د ص على ن د ن بتساوي د س على د ن، فان س بتساوي 2. هل الاثنين موجوده ولا مش موجوده؟ اذا كانت ص بتساوي س تربيع ناقص 3 س، فان د ص على د ن بتساوي د س على د ن عندما س بتساوي 1، 2، 3، 4. واضح الإجابة بتاعتي هي ب 3 ايه 2 زي ما شايفين مع بعض. مسائل مهمة ومسائل فيها فكرة. نشوف سؤال برضو من أسئلة كتاب الوزارة، مسألة مهمة ممكن تكون مسألة الامتحان. بتقول ايه المسألة؟ يقول لي إذا كان ميل المماس للمنحنى ص بيساوي دالة س عند النقطة، عند نقطة ما، أي نقطة، بيساوي نص. يعني كده انا مديني اهو مسالتي ان ص بيساوي د س من المماس، يعني اذا د ص على د س بتساوي نص. نقراها تاني مع بعض. اذا كان من المماس للمنحنى ص بيساوي د س عند النقطه ما، اي نقطه عليه، نص، وكان الاحداث السيني لهذه النقطه يتناقص بمعدل 3 وحدات كل ثانيه. الاحداث السيني بيتناقص بالنسبة للزمن، يعني ودال س على دال ن بيساوي سالب 3 سنتيمتر، هنا 3 وحدات كل ثانية، 3 هنا وحدة كل ثانية، تاني اهو. وكان الإحداث السيني لهذه النقطة يتناقص معدل 3 وحدات كل ثانية، بيتناقص حطيت ناقص قدامه، فإن معدل تغير أحداثها الصاد يساوي إيه؟ عايزين بقى د ص على د ن. طب يا مستر هنا ما عندناش قاعدة نشتق عليها، طب إيه اللي أنا أستفيده؟ أنا كنت أعرف إن ما أكون عندي د ص، إن د ص على د س ممكن أكتبها دي بتساوي د ص على د ن في د ن على د س، تمام؟ خلاص مسألتي كده اتحلت. أنا عندي د ص على د س بتساوي نص، هكتب هنا نص، بتساوي د ص على د ن، د ص على د ن اللي هي بقى إيه اللي هي هو عايزها مني، فطلب مني أهو
فإن معدل تغير إحداثيها الصاد يبقى تنزل زي ما هي، يبقى دال صاد على دال نون تنزل زي ما هي. لكن مديني دال سين على دال نون بسالب 3، لكن دي دال نون على دال سين هقلب هتبقى السالب 1/3. تمام؟ يبقى خلي بالك المسألة ما فيهاش مجاهيل، المسألة كان مديني علاقة بتقول لي إن صاد دال بتساوي دال سين من المماس عند أي نقطة على المنحنى ده بتساوي نص، وكان الإحداث السيني للنقطة يتناقص بمعدل، يبقى اشتقاق بالنسبة للزمن، فإن معدل تغير إحداثيها الصادي بالنسبة بيساوي إيه؟ خلاص مسألتي، يبقى أنا هجيب دي هضرب طرفي المعادلة في 3، يبقى إذن هنا دال صاد على دال نون بتساوي، خلي بالك هنا في ناقص، كتبت الناقص الأول، ضربت طرفي المعادلة في 3 سالب 3/2، يبقى الإجابة المفروض تطلع سالب 3/2. هل سالب 3/2؟ طبعا وحدة لكل ثانية. هل الإجابة دي موجودة ولا مش موجودة؟ فإن معدل تغير إحداثيها الصادي يساوي سالب سدس، لا ما طلعتش سالب سدس. سالب 3/2، سالب 3/2 ولا سدس ولا 3/2، واضح الاجابه بتاعتي ب اللي هو ايه، ما دام السيني بيتناقص يبقى الصادي بيتناقص، يبقى الاجابه بتاعتي ب، يبقى بسود الدايره ب بالقلم رصاص اهي، سالب 3/2 وحده كل سالب. نشوف سؤال تاني ونشوف هنحله ازاي. السؤال التاني بيقول ايه؟ بيقول لي مثلث متساوي الساقين طول قاعدته 20 جذر 3، فإذا كان الطول كل من ساقيه يتناقص بمعدل 3 سنتيمتر على الساعة، فإن معدل تناقص مساحة سطح المثلث عند اللحظة التي يكون فيها طول كل من الساقين مساويا لطول القاعدة بيساوي إيه؟ سنتيمتر مربع كل ساعة، خلي بالك التمييز هنا ساعة وهنا ساعة، هنا سنتيمتر هنا سنتيمتر، يبقى كده مسألتي ما فيهاش مشكلة. أرسم مسألتي وأبدأ أفكر. نرسم المسألة مثلث متساوي الساقين، مثلث متساوي الساقين، آدي مثلث اهو، وبعدين عندنا اهو مثلث متساوي الساقين طول قاعدته 20 جذر 3. طب احنا ايه خواص مثلث متساوي الساقين؟ هنا ارتفاع المثلث بيبقى عمودي على القاعده وينصفها، يبقى انا بسقط ارتفاع المثلث، ارتفاع المثلث بيبقى عمودي على القاعده وينصفها اهو، ده ارتفاع المثلث، اسمي المثلث ده ا ب ج. هنا مثلث متساوي الساقين طول قاعدته 20 جذر 3، يعني هنا 10 جذر 3 سنتيمتر، دي نقطة دال، وهنا 10 جذر 3 سنتيمتر، وطول الساقين لام بيتغيروا لام لام، ده بيبدأ يقل ويقل، وطبعا المثلث زي ما هو. فهنا مثلث متساوي الساقين طول قاعدته 20 جذر 3، فإذا كنا طول كل من ساقيه يتناقص بمعدل، يبقى واضح إن د لام على د ن بتساوي سالب 3 سنتيمتر كل ساعة. فإن معدل تناقص مساحة سطح المثلث عند اللحظة التي يكون فيها طول كل من ساقيه مساويا لطول القاعدة، يعني عندما لام بتساوي 20 جذر 3 سنتيمتر. نبدأ مع بعض، عايزين نجيب مساحة المثلث زي مستر. مساحة المثلث حافظينها نص القاعدة في الارتفاع، مساحة المثلث ألف ب ج بتساوي نص القاعدة، نص ب ج في عين. طب أنا عندي عين مجهولة، طب عايز أجيب عين، عين موجودة في مثلث قائم، طب أستفيد من هنا عين في المثلث ألف د ب، طبعا في المثلث ألف د ب، بما أن قياس زاوية د بتساوي 90 درجة، يبقى إذا عين تربيع بتساوي لم تربيع ناقص 10 جذر 3 الكل تربيع، طبعا ده نظرية فيثاغورس. طب أنا عايز عين، هجيب الجذر التربيع للطرفين، وبعدين عين موجبة ارتفاع، يبقى إذا عين بتساوي الجذر التربيعي للام تربيع ناقص، طبعا ممكن اربع دي العشرة بمية، مية في ثلاثة بتلتمية، او خليها مية 10 جذر 3 لكل تربيع. جبنا عين، يبقى مساحة المثلث الف ب ج، قلنا نص القاعدة بتساوي نص القاعدة كلها ب ج، ب ب ج بكام؟ ب20، يبقى 20 جذر 3 في عين اللي هو الجذر التربيعي للام تربيع ناقص 10 جذر 3 الكل تربيع. هنبدأ بقى هنا الاتنين مع العشرين فيها العشر،
يبقى مساحة المثلث بتساوي المثلث ألف ب ج بتساوي 10 جذر 3 في الكلام ده، ده ثابت وده متغير، لام تربيع ناقص 10 جذر 3 الكل تربيع. طب خلي بالك معايا هنا، اشتق هنا بشتق، ما دام ده جذر تربيع بقول مشتقة ما بداخل الجذر على 2 الجذر، يعني ممكن اقول مساحة المثلث ألف ب ج بتساوي 10 جذر 3 زي ما هي في مشتقة ما بداخل الجذر على 2 الجذر. نمشي خطوة خطوة اهي، مشتقة ما بداخل الجذر انا بشتق، خلي بالك دي المساحة هشتق بالنسبة للزمن، يبقى ده الميم على ده النون، هشتق دي مشتقة اللام تربيع باتنين لام، خلي بالك معايا بشتق بالنسبة مش لام للزمن، في ده اللام على ده النون على 2 الجذر التربيعي، لام تربيع ناقص 10 جذر 3 الكل تربيع، الاتنين دي مع الاتنين دي. طب هو بيقول لي ان ده اللام على ده النون بيساوي سالب 3 سنتيمتر ولام ب20 جذر 3، يبقى هشيل لام واحط 20 جذر 3، يبقى ده الميم على ده النون، خلي بالك ادي 10 جذر 3 الاولى ماليش دعوه بيها، في انا بتكلم في البسط دلوقتي، وادي شرطه كسر اهي، ونمشي خطوه مع بعض. لام بكام يا مستر؟ لام ب20 جذر 3، اروح كاتب هنا ب20 جذر 3، ده اللام على ده النون بكام؟ بسالب 3، يبقى خلصنا من البسط، ادي ال 10 جذر 3 وادي اللام وادي ده اللام على ده. نيجي للمقام الجذر التربيعي، لام تربيع يبقى هربع دي، يبقى 20 جذر 3 الكل تربيع ناقص 10 جذر 3 الكل تربيع. نبص مع بعض المقام ده على صورة فرق بين مربعين يا مستر، برضو نكتبها احسن في صفحة تانية عشان ما نزنقش نفسنا. البسط بقى هنا عندي، ادي هنا سالب، انا هخليها زي ما هي، سالب 30 جذر 3 في 20 جذر 3، يبقى ده الميم على ده النون، ادي شرطة الكسر بتاعتي، وبعدين نتكلم في المقام بتاعه. يبقى هنا سالب 30، هنا خلي بالك ادي هنا 10 في سالب 3 بسالب 30 وجذر 3 بجذر 3 ب3 في 20 ب60، يبقى في 60. نيجي للمقام بقى بتاعنا اهو، بص معايا اهو المقام عشان ما تقولش جات الخطوة دي منين. المقام على صورة فرق بين مربعين، فرق بين مربعين يعني مربع الاول هنا ناقص مربع ده، مربع س تربيع ناقص ص تربيع، بقولها س ناقص ص في س زائد ص، س ناقص ص في س زائد ص، يعني اول حاجة بقول 20 جذر 3 ناقص 10 جذر 3 في 20 جذر 3 زائد 10 جذر 3. طيب خلصنا كده من ايه مشكلة، نبدأ مع بعض مسألتي خلصت. برضو هكتب دال ميم على دال نون بتساوي، ادي شرطة الكسر، ونمشي خطوة خطوة مع بعض. فوق سالب 30 في 60، سالب 30 في 60، خلي بالك 20 جذر 3 شلت منها 10 جذر 3 بقت 10 جذر 3، تحت الجذر 10 جذر 3، 20 و10 في 30 جذر 3، تمام. هنا جذر 3 بجذر 3 يا مستر ب3، في 30 ب90 في 10 ب900، جذر ال 900 كام؟ 30، يبقى فوق سالب 30 في 60 على 30، ال 30 مع ال 30، يبقى ده الميم على ده النون بتساوي سالب 60 سنتيمتر مربع كل ساعة. يبقى انا مفروض الاقي الاجابه دي مش موجود، اللي موجوده يبقى خلاص مش موجوده، اراجع خطواتي وما استعجلش، انا لو استعجلت هغلط، يبقى بنراجع مع بعض الخطوات. يبقى هنا مثلث متساوي الساقين طول قاعدته 20 جذر 3، واذا كان طول كل من ساقي يتناقص يبقى سالب 3 سنتيمتر كل ساعه، يبقى ده اللام على ده النون بيساوي سالب 3 سنتيمتر كل ساعه، فان معدل تناقص المساحه تطلع بالسنتيمتر مربع عند اللحظة التي يكون فيها طول كل من الساقين مساويا طول القاعدة، طول القاعدة 20 جذر 3، يساوي هل 60 هل 120 هل سالب 60 هل سالب 120، واضح الإجابة بتاعتي جيب سالب 60، يبقى إجابتي هي أهي الإجابة بتاعتي.
طبعا ايه المعدلات الزمنية كلها بتعتمد على حفظك لقوانين المساحات والحجوم، وانا كل مرة هقول برضو القوانين وهجمعها بحيث انك انت ما عندكش مشكلة بالنسبة للمعدلات. مسائل سهلة بس عايزة هدوء في الحل. نشوف بقى مسألة تانية. المسألة التانية بتقول لي، بيقول لي هنا صفيحة مربعة الشكل تتمدد بانتظام. الصفيحة مربعة الشكل تتمدد بانتظام، فإذا كان معدل ازدياد مساحة سطح الصفيحة، خلي بالك سنتيمتر مربع كل ثانية من غير ما يقول لي، يبقى عارف إن دي مساحة. يبقى هنا مساحة بتتزايد بمقدار 75 سنتيمتر مربع كل ثانية، فإن معدل زيادة طول ضلع الصفيحة بيساوي كام سنتيمتر كل ثانية. خلي بالك التمييزات مهمة، ساعات يبقى دي بالمتر ودي بالسنتيمتر، التحويلات هتغلطك في الامتحان عندما يكون طول الضلع 5. يعني مديني ايه في المسألة؟ مديني اولا اعرف مساحة المربع بيساوي ايه. مساحة المربع بيساوي الضلع في نفسه. مساحة المربع، مساحة المربع بتساوي مربع طول ضلع، لو فرضت طول الضلع س يبقى س تربيع. ومديني ان د م على د ن بتساوي 75 سنتيمتر مربع كل ثانية. ومديني هنا وطلب د س على د ن عند س بتساوي 5 وس بتساوي 5. تاني مع بعض، خلي بالك معدل ازدياد يبقى بالموجب، كتبتها بالموجب اهي. نيجي نشتق دي، دي المساحة بتساوي س تربيع، م بتساوي س تربيع، نشتق مع بعض، هشتق بالنسبة للزمن، يبقى د م على د ن بتساوي 2 س في مشتقة الس بالنسبة ل ن بد س على د ن. أعوض د م على د ن بكم؟ ب 75، تحتها 75 بيساوي 2 س بكم يا مستر؟ ب 5 في د س على د ن. هو عايز كده طبعا، دي على الخمسة فيها ال 15، يبقى اذا د س على د ن 15 على 2 بتديني 7.5. 7.5 التمييز سنتيمتر كل ثانية، يبقى المفروض الإجابة 7.5. نبص هل الإجابة دي موجودة ولا مش موجودة، فإن معدل زيادة طول ضلع الصفيحة بيساوي كام سنتيمتر كل ثانية عندما يكون طول ضلع 5؟ 2.5، 5، 7.5، 15. واضح الإجابة بتاعتي اللي هي ج، يبقى ج ب 15. نشوف سؤال تاني ونشوف الحل ازاي. طبعا ايه مش هتنفع المساحة دي. هنا بيقول لي سقط حجر، وانا لما تيجي ترمي حجر في المية بتبص الحجر بيعمل دواير، دواير والدواير بتكبر، يعني تمسك الحجر تروح رميه او بترمي، بتبص بيعمل دواير، الدواير طول نصف قطرها بيزيد ومساحتها بتزالي بتزيد ومحيطها برضه بيزيد. سقط حجر في ماء ساكن فتكونت موجة دائرية، فاذا علم ان طول نصف قطر الموجة يزداد بمعدل 3 سنتيمتر كل ثانية، فإن معدل زيادة مساحة سطح الموجة بعد مرور 4 ثواني بيساوي سنتيمتر مربع كل ثانية. هنا معدل، هنفرض إن طول نصف قطر الموجة، نفرض أن طول نصف قطر الموجة بيساوي نق. كويس. يبقى ده النق على ده النون بيزداد بمعدل، يزداد او قال لك يزداد بمعدل 3، لو بيتناقص كنت هكتب ناقص، بيساوي 3 سنتيمتر كل ثانية. فمعدل، فان معدل زيادة مساحة الموجة بعد 4 ثواني. طب هنا كل ثانية بتزيد 3 سنتي، طب نصف القطر بعد 4 ثواني هيبقى كام؟ واضح ان هنا نق بتساوي، طبعا هنا بتزيد كده، يبقى اذا نق بتساوي هنا ده النق على ده النون في نون، ده النق بعد 4 ثواني، بعد 4 ثواني ده النق على ده النون في اللي هو نون الزمن، ده النق على ده النون بتساوي 3. خلي بالك يا بص، 3 سنتيمتر على ثانية، نون بكام؟ بأربعة ثانية، كلمة الثانية مع الثانية، يبقى تطلع هنا 12 سنتيمتر. فهمنا الحتة دي، نقطة مهمة جدا. يبقى هنا ده النق على ده النون، ده النق على نون ب3 سنتيمتر على ثانية كل ثانية، والزمن 4 ثواني، يبقى بأربعة، السه مع السه يبقى واضح طلعت 12، يبقى عرفنا 12. نكتب بقى هنا
سقط حجر في ماء ساكن فتكونت موجة دائرية، فإذا علم أن طول نصف قطر الموجة يزداد بمعدل 3 سنتيمتر كل ثانية، فإن معدل زيادة المساحة، يبقى مساحة الإيه؟ الدائرة. مساحة الدائرة بتساوي إيه؟ مساحة الدائرة، مساحة الدائرة بتساوي باي نق تربيع، باي نق تربيع. اشتق بقى، يبقى ده الميم على ده النون بتساوي الباي، ده ثابت يبقى ماليش دعوة بالباي. هشتق النق تربيع يبقى 2 باي نق في ده النق على ده النون. كل البيانات دي عندي، ده الميم، هو عايز ده الميم على ده النون، يبقى ده الميم على ده النون بتساوي 2 باي زي ما هي. نق بكام يا مستر؟ نق بقى ب 12، يبقى في 12 في ده النق على ده النون في 3. طبعا دي مساحه، نضرب مع بعض، ادي 2 في 3 في 6 في 12 بتساوي 72 باي مساحه، يبقى سنتيمتر مربع كل ثانيه، يبقى الايه اجابه مفروض كده. نبص مع بعض اللي هي الكلام ده موجود. يبقى سقط حجر في ماء ساكن فتكونت موجه دائريه، فاذا علم ان طول نصف قطر الموجه يزداد بمعدل 3 سنتيمتر كل ثانيه، فان معدل زياده مساحه الموجه بعد 4 ثواني هل 8 باي؟ هل 72 باي؟ هل 12 باي؟ هل 24 باي؟ واضح الاجابه المره دي ب اللي هي 72 باي، يبقى هنا دي الاجابه بتاعتي. يبقى اذا النهارده ببص الاقي ان كل المعدلات الزمنيه بتاعتي مرتبطه بحفظك للقوانين، لو مش حافظ القوانين هتبقى حافظ قوانين مساحات الحجوم اللي انت خدتها قبل كده كذا مره، وبرضه بنعيدها ونقولها مع بعض. نشوف مساله تاني ونشوف هنحلها ازاي. المسألة التانية بتقول لي تتحرك نقطة على المنحنى ص بيساوي س ناقص س على س تربيع زائد 1، فإذا كان معدل تغير الإحداث السيني بالنسبة للزمن عند س بتساوي جذر 2 بيساوي 9. خلي بالك، معدل تغير الإحداث السيني عند س بتساوي جذر 2 بيساوي 9، يعني واضح إن ده س على ده النون بتساوي 9 عندما س بتساوي جذر 2. نبص مع بعض، فإن معدل تغير إحداثيها الصادي بالنسبة للزمن عند نفس النقطة، يعني عندما س بتساوي 2. أولا هو مديني المعادلة أهي ص، نشوفها مع بعض تاني، ص بتساوي س ناقص س على س تربيع زائد 1، أهي ص بتساوي س ناقص س على س تربيع ناقص 1. واحد يقول لي واحد المقامات أحسن مثل، حاضر، واحد المقامات يبقى ص بتساوي شرط الكسر المقام كله س تربيع زائد 1، هضرب دي هتبقى س تكعيب، بضرب كده س تكعيب زائد س ناقص س، دي راحت مع دي، بقى شكلها أخف، بقى دي بتساوي س تكعيب على س تربيع زائد 1. ممكن أشتق دي خارج قسم الدالتين، أنا بشتق بالنسبة للزمن، هشتق بالنسبة للزمن، يبقى ده ص على ده النون بتساوي خارج قسمة. نمشي مع بعض خطوة خطوة، أدي شرطة الكسر. بيقول لي المقام تربيع، المقام تربيع يبقى هنا س تربيع زائد 1 الكل تربيع، المقام اللي هو س تربيع زائد 1 في مشتقة البسط، أشتق الأس الأول يبقى في 3 س تربيع في مشتقة السين بدال س على دال نون، يبقى المقام تربيع، المقام في مشتقة البسط سالب البسط اللي هو مين؟ س تكعيب في مشتقة المقام، خلي بالك في مشتقة المقام، المشتقة المقام ده مش ده، مقام ده مشتقة السين تربيع ب 2 س في مشتقة السين في دال س على دال نون. تمام، نبص مع بعض، هنبدأ بقى عايزين دال ص على دال نون، أما س هنا فهنا فإن معدل تغير إحداثيها السيني بالنسبة للزمن عند س بيساوي جذر 2 بيساوي 9، فإن معدل تغير إحداثيها الصادي بالنسبة للزمن عند نفس اللحظة بيساوي كم؟ يبقى عايزين دال ص على دال نون. نيجي نعوض بقى خطوة خطوة، أدي دال ص على دال نون اللي هو عايزها بتساوي، نركز قوي في التعويض، قلنا س بجذر 2، نيجي للمقام الأول، جذر 2 تربيع ب 2، 1 3، 1
يبقى 3 تربيع يبقى بقى تحت 9. خلاص خلصنا من المقام بقى 9. نيجي فوق س بجذر 2، جذر 2 تربيع بكام؟ ب2. 1 3، 3 في 3 ب9، في 2 ب18، في د س على د ن اللي هو 9. تاني الس بجذر 2، جذر 2 تربيع بكام؟ ب2، 1 3، وجذر هنا، وطبعا جذر 2 تربيع ب2 هنا، وادي 6 كده 18 في 9. نيجي ناخد الثاني ناقص دي س أس 4 عشان نخلص منها، أدي سالب 2، س أس 4، س أس 4، س أس 4 بتساوي جذر 2 أس 4. أما أشيل الجذر بجيب نص الأس، يعني س أس 4 أجيب نص الأس، بقت هنا إيه؟ 2 أس 2، يعني هنا بأربعة. خلاص. يعني أضربت جذر 2 في نفسها أربع مرات، يبقى في 4 في د س على د ن اللي هي 9. نمشي مع بعض. واحد يقول لي نقسم طرف بسطا ومقاما على 9 عشان نبسط المسألة. على 9 هنا خلاص، على 9، على 9 بقى فوق هنا د ص على د ن، خلي بالك مفيش مقام، مقام واحد، بقت 18 ناقص 8، 18 ناقص 8 بتساوي 10. خلي بالك هنا مش مديني تمييز، يبقى واضح الإجابة المفروض تطلع 10. نبص مع بعض كده. فإن معدل تغير أحداثية الصادي بالنسبة للزمن عند نفس النقطة بيساوي هل 4 هل 6 هل 8 هل 10؟ واضح الإجابة المرة دي إيه؟ دال. يبقى إجابتي هي دال اللي هي 10. شفنا خطواتنا بنمشي إزاي بمنتهى الهدوء، لأن السرعة سواء أنا بحل بسرعة وأنت بتحل بسرعة ممكن غلطة بسيطة شارة رقم بيضيع المسألة. نشوف سؤال تاني ونشوف هنحله إزاي. السؤال الثاني بيقول لي ينصهر مكعب من الثلج محتفظا بشكله بمعدل 1 سنتيمتر مكعب كل ثانية. خلي بالك سنتيمتر مكعب يعني حجم، يبقى على طول بكتب ان ده الحا على ده النون بتساوي يتناقص ينصهر، يبقى بيتناقص مكعب من الثلج محتفظا بشكله بمعدل 1 سنتيمتر، يبقى بيتناقص، يبقى دي سالب هنا 1 سنتيمتر مكعب كل ثانية، 1 سنتيمتر مكعب كل ثانية. ينصهر مكعب من الثلج محتفظا بشكله بمعدل 1 سنتيمتر مكعب كل ثانية، فإن معدل تغير طول حرف المكعب، يعني عايزين لام، عندما يكون حجمه 8 سنتيمتر مكعب. عندي الحجم بيساوي 8 سنتيمتر مكعب، وعندي طول الحرف اللي اسمه لام. طيب يبقى هنا عايزين لام، لما نعرفهاش بكام؟ هو سنتيمتر على الثانية، خلي بالك دي بالسنتيمتر، سنتيمتر ماشية مسألتي ما فيهاش تحويلات. طب احنا عارفين حجم المكعب يا مستر، اه حجم المكعب بيساوي مكعب طول حرف، وحجم المكعب حجم المكعب بيساوي مكعب طول حرف، يعني ح بتساوي لام تكعيب. كلام جميل. طب انا عندي ح ب8 بتساوي لام تكعيب، طب ما اجيب الجذر التكعيبي للطرفين، يبقى اذا لام بتساوي 2 سنتيمتر. يبقى كان مهم جدا اجيب دي، ابدا بكتب اخد القاعده دي وابدا اشتغل عليها، ان ح بتساوي لام تكعيب. ابدا اشتق بقى، بشتق بالنسبه للزمن، يبقى ده الح على ده النون بيساوي مشتقة اللام تكعيب بتلاتة لام تربيع في مشتقة اللام بتلاتة دال لام على دال نون. دال ح على دال نون بسالب 1، يبقى بكتب هنا سالب 1 بيساوي 3. لما انا جبتها ب2 لام تربيع تبقى ب4، يبقى في دال لام على دال نون. طيب احنا عايزين دلوقتي هنا هنعمل ايه؟ انا عايز دال لام على دال نون، هقسم طرفي المعادلة على 2، يبقى اذا دال لام على د ن بتساوي سالب 1 على 12 اهي سنتيمتر كل ثانيه، يبقى الاجابه المفروض سالب 1 على 12. نبص مع بعض. ينصهر مكعب من الثلج محتفظا بشكله بمعدل 1 سنتيمتر مكعب كل ثانيه، فان معدل تغير طول حرف المكعب عندما يكون حجمه 8 سنتيمتر مكعب هو 1 على 12، 1 على 192، سالب 1 على 24، سالب 1 على 12. واضح انها ايه الاجابه الاخيره اللي هي سالب 1 على 12، يبقى اجابتي اللي هي ده زي ما شفنا معا.
طبعا مسائل كلها كل مرة بنقول قانون جديد وفكرة جديدة في المسألة. نخش على حاجة تانية اللي هي الاسطوانة. المسألة بتقول لي ايه؟ اسطوانة دائرية قائمة تتمدد بحيث تظل محتفظة بشكلها. الاسطوانة بتتمدد بحيث تظل محتفظة بشكلها. فإذا كان طول قطرها طول قطرها طول نصف قطرها نق يزداد بمعدل 5 من 10 سنتيمتر كل سنة. طول نصف القطر بيزداد بمعدل 5 سنتيمتر 5 من 10، يعني واضح إن ده النق. على ده النون بيزداد يبقى شرطه زائد 5 من 10 سنتيمتر كل سنة. اسطوانة دائرية قائمة تتمدد بتكبر بحيث تظل محتفظة بشكلها، بتتمدد يعني كده، لكن ايه انها ايه بتزيد في العرض وبتكش في الطول. فاذا كان طول نصف قطرها نق يزداد بمعدل 5 من 10 سنتيمتر على ثانية، او ارتفاعها يزداد بمعدل 25 من 100 سنتيمتر كل ثانية. قول ارتفاع يبقى ده العين على ده النون بيساوي 25 من 100 سنتيمتر كل ثانية. فإن معدل التغير في الحجم يبقى طلب مني ده الح على ده النون. فإن معدل التغير في حجم الأسطوانة عندما يكون نق ب3 وعين ب5، نق بتساوي 3 سنتيمتر وعين بتساوي 5 سنتيمتر. ماشي، عايزين معدل التغير في الحجم. نمشي مع بعض نعرف حجم الاسطوانة بيساوي. حجم الاسطوانة بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. مساحة أي حجم مساحة القاعدة في الارتفاع، لكن الهرم تلت والمخروط تلت. مساحة القاعدة في الارتفاع. قاعدة الاسطوانة عبارة عن دايرة، يبقى حجم الاسطوانة اللي هو ح بيساوي باي نق تربيع في عين. نق متغيرة وعين متغيرة، يبقى ده حصل ضرب دالتين. نشتق مع بعض، هشتق ده الح على ده النون بتساوي الباي، اهي بره مشترك، فتحت قوس. الأول في مشتقة التاني، الأول نق تربيع، مشتقة التاني ده العين على ده النون، زائد التاني اللي هو عين في مشتقة النق تربيع. خلي بالك، اتنين نق في ده النق على ده النون. مسألتي كده خلصت، هي تعتمد على التعويض. نبص مع بعض هنعوض ازاي. هنا النق ب3 والعين ب5، وده النق على ده النون ب5 من 10، يبقى نيجي نقول ده الح على ده النون بتساوي باي نق ب3، يبقى نق تربيع ب9 في ده العين على ده النون، ده العين على ده النون ب25 من 100 في 25 من 100، زائد 2 العين بكام؟ العين ب5، والنق بكام؟ النق ب3، وده النق على ده النون ب5 من 10. خلاص كده، بس هي عمليات ضرب يعني. يبقى ده الح على ده النون بتساوي الباي بر. هنيجي نضرب 9 في 5 ب45، 5 × 4 وتسعة في أربعة 9 في 2 ب18 و4 22، يبقى 2 وربع، زائد 2 في 5 ب10 في 3 ب30، 30 يبقى هنا ب15 على طول، لأن الصفر مع العلام. خلاص يبقى دي واضح بتساوي 17 وربع، 25 من 100 يعني وربع باي سم، ده حجم سنتيمتر مكعب كل ثانية. هل الإجابة هي دي ولا هنشوف هو حاططها بصورة ازاي؟ بيقول هنا الاسطوانة دائرية قائمة تتمدد بحيث تظل محتفظة بشكلها، فإذا كان طول نصف قطرها نق يزداد بمعدل 5 من 10، وارتفاعها عين يزداد بمعدل 25 من 100، فإن معدل التغير في حجم الاسطوانة عندما يكون نق ب3 سنتي وعين ب5 بيساوي سنتيمتر مكعب. هل 15 على 4 واضح انها ما فيهاش كسر العشر، يبقى ارفع الكسر ده، ارفع الكسر ده، اما ارفعه كده يبقى ده الح على ده النون بتساوي الباي، هي عندي اول حاجة 4 في 7 ب28، 1 في 29، 9 ومعنا الاثنين، و4 في 1 ب4 و2 6، يبقى 69 على 4 باي سنتيمتر مكعب كل ثانية، يبقى المفروض اجابة تطلع دي.
نشوف مع بعض. 15 على 4 باي لا، 13 على 2 باي لا، 69 على 4 باي، 3 ارباع باي، يبقى الاجابه بتاعتي اللي هي دي. طبعا انا كتبتها بالكسر كده، واحد ممكن يكتبها 17 و25%، لكن واضح انه ما كتبش كسور عشريه، رفعنا الكسر طلعت المساله زي ما شفنا. نشوف سؤال تاني ونشوف نحل. السؤال التاني بيقول لي مثلث متساوي الساقين، طول كل من ساقيه بيساوي 6 سنتي، وقياس الزاوية بينهما سين، فإن تغير سين بمعدل فإذا تغيرت سين بمعدل باي على 90 دائري في الدقيقة، خلي بالك في الدقيقة، فإن معدل تغير مساحة المثلث عند سين بتساوي 30. مثلث متساوي الساقين طول كل من ساقيه 6 سنتي، نرسمها وبعدين نشوف مع بعض المثلث. ادي المثلث بتاعي، مثلث متساوي الساقين، ادي مثلث متساوي الساقين، طول كل من ساقيه س، يعني واضح ان ده ألف، هنسميه ألف ب ج، ادي ألف ادي ب ادي ج، ده س وده س، نسميه اي غير س بقى عشان هنا س حرف، لام ولام، ولام بتساوي 6 على طول، وهنا لام بتساوي 6، وهنا دي س، الزاويه س ضرب. طب يا مستر دلوقتي هنا مثلث مساوي الساقين طول كل من ساقيه 6، وقياس الزاويه المحصوره بينهم س، فاذا غيرت س بمعدل كذا، يبقى دال س على دال نون، دال س على دال نون بتساوي هنا باي على 90 دائري في الدقيقه. في الدقيقة، فإن معدل تغير مساحة المثلث هنا عند س بتساوي 30 بتساوي كام؟ خلي بالك معايا دلوقتي هنا إيه؟ المثلث ده هنا أجيب مساحته إزاي؟ أنا عارف إن مساحة المثلث بتساوي نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهم، يبقى مساحة المثلث أ ب ج فكرة تانية بتساوي نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهما، دي مساحة المثلث، لأنه اختلفت غير نص القاعدة في الارتفاع، غير نص مثلا يعني هنا على حسب المسألة، يبقى هنا هنجيب مساحة المثلث، هتقول لي يبقى مساحة المثلث بتساوي نص حاصل ضرب الضلعين، يبقى نص في 6 في 6 في جا الزاوية س درجة. طيب يعني هنا واضح انها بتساوي هنا طبعا 18 جا س درجة. حاجة اشتق بالنسبة للزمن، يبقى دال م على دال ن بتساوي ال 18 ماليش دعوة بيها، مشتقة الجا س بجتا س، ومشتقة السين بدال س على دال ن. ماشي، هنا بيقول لي ايه؟ مثلث متساوي الساقين طول كل من ساقيه بيساوي 6، يعني اطوال ثابته، وقياس الزاويه بينهم س، فاذا تغيرت س بمعدل باي على 90 زي ما كتبناها، باي على 90 اهي في الدقيقه، فان معدل تغير مساحه المثلث عندما س ب 30، يبقى هنا اداني س ب 30، خلي بالك معايا هرجع اعوض هنا س ب 30، يبقى دال م على دال ن بتساوي 18 في جتا 30، خلاص كل ده مضروب في دال س على دال ن اللي هي باي على 90. واحد يقول لي ال 18 مع ال 90 فيها الخمسة، يبقى اصبحت دال م على دال ن، خلي بالك معايا ادي هنا باي على 5 في جتا 30، جتا 30 بجذر 3 على 2، يبقى اذا دلوقتي هنا دال م على دال ن بتساوي هنا جذر 3 على 10 باي، يبقى الإجابة بتاعتي كده سنتي مساحة مثلث سنتي متر مربع كل دقيقة، يبقى الإجابة المفروض ألاقيها جذر 3 على 10 باي. نشوف الإجابات كده، هل باي على 10؟ لا، جذر 3 على 10 باي هي الإجابة ب، 9 جذر 3 9، يبقى إجابتي اللي هي ب أهي، جذر 3 على 10 باي، يبقى الإجابة بتاعتي ب.
يبقى شفنا دلوقتي مساحة المثلث بطريقة تانية، بأن نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينها. هنشوف مسألة تانية ونشوف احنا ازاي. هنا بيقول لي مخروط دائري قائم ارتفاعه بيساوي طول قطر قاعدة، نقطة مهمة، مخروط دائري قائم ارتفاعه بيساوي طول قطر القاعدة. يعني عين بتساوي 2 ناق. أي ملاحظة بكتبها عشان ما تروحش مني. مخروط دائري قائم ارتفاعه بيساوي طول قطر قاعدته، فإذا كان معدل تغير طول نصف القطر قاعدته بتساوي 1 على باي. يعني عندي ودال نون دال ناق على دال نون بتساوي 1 على باي سنتيمتر كل ثانية. فطلب مني معدل تغير حجمه هنا بالسنتيمتر مكعب عندما يكون طول نصف القطر 5 وناقه بتساوي 5. طيب 5 سنتيمتر. حجم المخروط يا مستر بيساوي حجم المخروط، طبعا هنا حجم المخروط، حجم المخروط بيساوي تلت مساحة القاعدة في الارتفاع. كويس. قاعدة المخروط داير، يبقى حجم المفروض اللي برمز له بالرمز ح بيساوي تلت مساحة الدايرة اللي هي باي ناق تربيع هنا في عين. هنا ما ادانيش التغير في عين لكن اداني التغير في ناق، التغير في ناق 1 على باي، يبقى دلوقتي هتخلص من عين واحط بدلها 2 ناق لان عين بتساوي 2 ناق. في راس السؤال قال لي ارتفاعه بيساوي طول قطر قاعدته، طول قطر القاعده هنا طبعا 2 ناق، يبقى واضح الارتفاع بيساوي 2 ناق. يبقى هشيل عين واحط بدلها 2 ناق، ارجع لدي تاني واكتب ان حجم المخروط بيساوي تلت باي، خلي بالك معايا، شلت العين وكتبت 2 ناق، يبقى 2 باي ناق تكعيب. تاني شلنا عين ب 2 ناق، 2 على 3 وناق في ناق ناق بالبي. اشتق بقى، خلصت مسألتي. بقول ده الحا على ده النون بتساوي تلتين باي خطوة خطوة مشتقة النق كعيب ب 3 ناق تربيع في مشتقة النق ده الناق على ده النون. نبدأ بقى مع بعض. ايه البيانات اللي عندي؟ عندي ناق وعندي التغير في ناق، يبقى واضح ده الحا على ده النون بتساوي تلتين باي في تلاتة، اهي ممكن اشيل التلاتة مع التلاتة، ادي تلاتة ناق تربيع، ناق بكام؟ بخمسة، يبقى 25 في ده الناق على ده النون 1 على باي، الباي مع الباي، التلاتة مع التلاتة، يبقى انا عايز ده الحا على ده النون بتساوي كام؟ يبقى ده الحا على ده النون، خلي بالك في 2 هنا، 2 في 25 بتساوي 50، التمييز ايه؟ ده حجم سنتيمتر مكعب كل ثانيه، يبقى في كل ثانيه. نبص مع بعض هل الاجابه دي موجوده ولا مش موجوده؟ فان معدل تغير حجم المخروط سنتيمتر مكعب كل ثانيه عندما يكون طول نصف قطره يساوي 5، هل 50 باي؟ هل 250 باي على 3؟ هل 150؟ هل 50؟ واضح الاجابه بتاعتي هي كانت دال ال 50، يبقى بص مع بعض، الاجابه بتاعتي اللي هي دال، يبقى هي اجابتي ال 50. نشوف سؤال تاني ونشوف الحل ازاي. السؤال التاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي شاهد رجل يقف على سطح الارض طائرة تمر فوقه تماما على ارتفاع 3 كيلومتر وتطير افقيا بسرعة 480 كيلومتر كل ساعة. فان معدل تغير المسافة بين الرجل والطائرة بعد 30 ثانية من مرور الطائرة فوق الرجل بيساوي. نرسم ونفكر مع بعض المسألة دي. ادي الراجل واقف هنا، وهو واقف هنا كده بص لاقي فيه طيارة جت فوق هنا على بعد 3 كيلومتر، يعني 3000 متر. يلا 3000 متر من الكيلو 1000 متر. يبقى شاهد رجل يقف على سطح الأرض طائرة فوقه تماما على ارتفاع 3 كيلومتر تطير أفقيا
مش طالعه بميل، ماشيه افقيا بسرعه 400 كيلومتر كل ساعه، ماشيه في الاتجاه ده بسرعه 400 كيلومتر على الساعه، يعني ماشيه كده اهي، ماشيه. لو فرضت انا المسافه دي س، يبقى بعرف ان د س على د ن بتساوي 480 كيلومتر كل ساعة. شاهد رجل يقف على سطح الأرض طائرة تمر فوقه تماما على ارتفاع 3 كيلومتر وتطير أفقيا بسرعة 400 كيلومتر كل ساعة، فكان معدل تغير المسافة بين الرجل والطائرة بعد 30 ثانية. يعني هنا مشيت 30 ثانية، يعني نون هنا بتساوي 30 ثانية. هو طلب مني ايه؟ فان معدل تغير المسافه بين الرجل والطائره بعد 30 ثانيه من مرورها فوق الرجل بتساوي ايه؟ يعني انا عايز معدل تغير المسافه، يبقى المسافه كده الرجل اهو، يبقى عايز اجيب المسافه دي. يبقى في متغيرين، المسافه وحركه الطياره. نيجي اول حاجه نشوف في ال 30 ثانيه قطعت قد ايه؟ نمشي مع بعض دلوقتي، دي كيلومتر على الساعة، أحولها، أنا حولت دي المتر، يبقى أحول دي لمتر على الثانية، لأن هنا بالثواني. أنا عارف إن الكيلومتر كل ساعة بيساوي 200، بتساوي هنا متر، إحنا كل ثانية بتساوي 250 على 9 متر سنتيمتر كل ثانية. والكيلومتر كل ساعة بتساوي، كيلومتر كل ساعة بتساوي 5 على 18 متر كل ثانية. احنا عايزينها بالمتر، فنيجي هنا نشوف نحول السرعة اللي هي دال س على دال ن بتساوي 480 اللي هي السرعة بتاعت الطائرة في 5 على 18، كده اصبحت متر كل ثانية. دي واضح على الستة، فيها التلاتة في ستة بتمنتاشر، على الستة فيها التمانين، يبقى اصبحت دال س على دال ن دي تعتبر سرعة بتساوي هنا طبعا ادي صفر 40 على 3 متر كل ثانية. طب انا عايز اجيب المسافة، وبما ان يبقى اذا س بتساوي 400 على 3 في الزمن في نون اللي هو في 30، دي مع دي فيها العشرة اصبحت دي بتساوي 4000 متر. يبقى هو في اللحظة دي مشي 4000 متر، يبقى المسافة دي 4000 متر. يبقى ممكن اجيب فيه من فيثاغورس عادي، طب حافظينها، يبقى ان فيه تربيع بتساوي س تربيع زائد اللي هو 3000 تربيع، يعني بتساوي 4000 تربيع زائد 3000 تربيع، واضح انها تطلع 5000 تربيع. يعني اصبحت فيه بتساوي، ده فيه تربيع، يبقى فيه بتساوي 5000 متر او بتساوي 5 كيلو متر، يبقى المسافه دي 5 كيلو متر. نبدا نجيب العلاقه الثانيه، نقرا تاني. شاهد رجل يقف على سطح الارض طائره تمر فوقه تماما على ارتفاع 3 كيلو متر اللي هي حولناها الى امتار 3000 متر وتطير افقيا بسرعه 480 كيلومتر على الساعه، فان معدل تغير المسافه بين الرجل والطائره بعد 30 ثانيه من مرور الطائره فوق الرجل بتساوي ايه؟ خلاص احنا كده نقدر نجيب علاقه، اولا ده ثابت لكن ده متغير، ده متغير وده متغير، يبقى ممكن اكتب العلاقه كده ان فيه تربيع بتساوي س تربيع زائد هنا نخليها 3 كيلومتر. اشتق بالنسبه للزمن، مشتقة الفيه تربيع 2 فيه في دال فيه على دال ن بتساوي 2 س في دال س على دال ن، طبعا هنا بصفر لان ده ثابت، على 2 زائد صفر طبعا على 2 راحت كده. الفيه بكام؟ ب 5 كيلومتر، 5 في دال فيه على دال ن. الس بكام؟ ب 3 كيلومتر، 3 في دال س على دال ن اللي هي سرعة الطائرة
ب480. واضح هنا ان هو المسافة اللي عندي طبعا هنا في الساعة، يبقى هنا نقسم على 5، يبقى اذا دال ف على دال ن بتساوي، طبعا هنا خلي بالك احنا ايه ال 3 في 480، ممكن اكتبها 48 في 10 على 5، الخمسة مع العشرة فيها الاثنين. واضح ان هنا دي اللي هي المسافة، خلي بالك ده تغير بالنسبة للزمن، هنخلي بالنا هنا يبقى دال ف على دال ن بتساوي ادي 6 في 48 كده، خلي بالك كيلومتر كل ثانية، احنا كيلومتر كل ايه؟ كل ساعة، لان انا دي بالكيلومتر كل ساعة. طيب يعني هنا 6 في 8 ب 48، 8 مع 4 و 6 في 4 ب 24 و 4 28 اللي هي ايه؟ اللي هي انا قلت ايه؟ 6 ماشي، لا احنا 48 قلنا ايوه في 10 2 6 دي هنا كيلومتر كل ساعة. هو طلب مني ايه؟ 300 اللي هي 6 في 8، معلش نبص الحته دي تاني، اللي هي عندي المسافه 3 كيلومتر، س ب 3 في دالعين، قسمنا على الخمسه 84، الخمسه مع 10 فيها 2، 2 في 3 ب 6، في 6 في 8 ب 48 ماشي. طيب ماشي 288 كيلومتر في ساعه. هو طلب ايه؟ نبص في المطلوب بتاعه بيقول لي ايه؟ فان معدل تغير المسافه بين الرجل والطائره بعد مرور كذا ثانيه، دي كيلومتر كل ساعه. احنا طلعنا هنا كيلومتر كل ساعه 288، لا هنا دي كيلومتر كل ساعه كل ثانيه، لا هنا 384 متر على الثانيه برضو، لا دي هنا متر كل ثانيه. طب ما نحول دي المتر كل ثانيه، عشان احولها المتر كل ثانيه بضرب في 5 على 18، يعني باجي كده بكتب دال ف على دال ن بتساوي 288 في 5 على 18 ماشي. هنا على 6 فيها 3 على 6، 4 في 6 ب 24، 48 يبقى فيها 46، هنضرب كده ادي هنا طبعا 6 في 5 ب 30، صفر معانا 3 و 5 في 4 ب 20 و 3 3، يبقى هنا 6 في 4 ب 24 خلاص. يتفضل 4 48 على 6 فيها 8، 8 في 45 0 من 4، و 5 في 4 ب 20 و 4 24. معلش هراجع دي تاني، 6 في 8 ب 48 8 ومعانا ال 4، و 6 في 4 ب 24 و 4 28، هي طبعا هتطلع 320 على 3 اللي هي متر كل ثانية. يبقى واضح الإجابة بتاعتي هنا، أبص أهي خلي بالك التحويل الأخير، إن هنا 320 على 3 كيلومتر على الساعة، ولا 384 على 3 كيلومتر على الساعة، ولا 384 متر على الثانية. الواضح الإجابة بتاعتي 320 على 3 متر كل ثانية، يبقى واضح الإجابة اللي هي بتاعتي الإجابة د. يبقى خلي بالك في تحويلات في المسألة. نشوف سؤال تاني ونشوف هنحله ده. هنا بيقول لي سلم طوله 10 امتار يستند بطرفه العلوي على حائط رأسي وطرفه السفلي على ارض افقية. طبعا هنا السلم طوله 10 امتار بيستند بطرفه العلوي على حائط رأسي وطرفه السفلي على ارض افقية، فاذا انزلق الطرف السفلي بسرعة 2 متر كل دقيقة، فإن معدل تغير زاوية ميل السلم على الأفقي في اللحظة التي يبعد فيها الطرف السفلي عن الحائط 8 أمتار يساوي. هرسم برضو وأشوف مسألتي إزاي. أدي السلم بيستند على الحائط، وبعدين السلم بتاعي بينزلق. فأنا هنا السلم أهو، طول السلم ثابت، طبعا طول السلم أهو ثابت،
مش هيتغير. بيبدأ السلم بينزلق كده، يبقى دي بتتغير ودي بتتغير لأنه بينزل كده، يبقى ياخد وضعه كذا كله مستمر في الانزلاق. السلم طوله 10 أمتار، ده طوله 10 أمتار، يعني طوله مش هيتغير 10 أمتار. يستند الطرف العلوي على حائط رأسي وطرف السفلي على أرض أفقية، فإذا انزلق الطرف السفلي بمعدل 2 متر كل دقيقة، 2 متر كل دقيقة. هنفرض دي سين، يبقى دال سين على دال نون بتساوي 2 متر كل دقيقة، فإن معدل تغير زاوية ميل السلم على الأفق زاوية ميل السلم هفرضها سيتا، فطلب مني معدل تغير زاوية ميل السلم على الأفق في اللحظة التي يبعد فيها الطرف السفلي عن الحائط 8 أمتار. أما سين يبقى طلب مني دال سيتا على دال نون، هنا المطلوب مني عندما سين بتساوي 8 أمتار. كويس، نبص مع بعض هنا المشكلة بقى ايه. دي متغيرة ودي متغيرة، لكن هو ما ادانيش علاقة في صاد خالص، العلاقة كلها في سين، العلاقة كلها في سين. طب انا هعمل ايه يا مستر؟ مش هقدر اقول ان لام تربيع بتساوي سين تربيع زائد صاد تربيع، ما تنفعنيش العلاقة دي. انا عايز ادخل فيها سيتا، هستفيد من سيتا واستفيد من السين والعشرة. طب اخد هنا جتا سيتا بتساوي ايه؟ سين على 10، جتا سيتا بتساوي سين على 10، يبقى اذا سين بتساوي 10 جتا سيتا. يبقى انا هاخد المتغيرات، سين بتتغير وسيتا بتتغير، فانا خدت هنا الجتا مجاور على الوتر زي ما قلنا، المجاور سين و10 دي ثابته. اجي اشتق بقى بالنسبه للزمن، يبقى هنا دال سين على دال نون بتساوي 10 مشتقه الجتا بسالب جا سيتا، في مشتقة السيتا في دال سيتا على دال نون. خلاص نيجي مع بعض كده نشوف ايه جا سيتا بتساوي ايه. اما هيبقى هنا دي 8 من فيثاغورس هجيب صاد، يبقى صاد تربيع بتساوي 100 مربع الوتر ناقص 64 مربع ال 8 64 اللي هي بتديني 36، يبقى صاد بتساوي جذر التربيع ل 36 بتطلع 6. طيب انا هستفيد منها ايه؟ هستفيد منها في الزاويه، انا كتبت دي كده، يبقى جا سيتا بكام يا مستر؟ يبقى جا سيتا بتساوي المقابل اللي هو 6 على 10 اللي هي بتساوي 3 على 5، جا سيتا ب 3 على 5. نبدا نعوض هنا، دال سين على دال نون بكام؟ ب 2، يبقى بكتب 2. خلي بالك هل الوحدات كلها ماشيه مظبوط؟ اه بالمتر، بالمتر هنا طبعا ماشيه مظبوطه بالامتار، يبقى هنمشي كله بالامتار. هنا كل دقيقه برضو مفيش مشكله، 2 متر كل دقيقه بتساوي ادي السالب 10، جا سيتا بكام؟ جا سيتا ب 3 على 5، في دال سيتا هو طلب مني دال سيتا على دال نون، دال سيتا على دال نون، الخمسه مع العشره فيها الاثنين، يبقى دال سيتا على دال نون بتساوي، خلي بالك ادي هنا تبقى في سالب هنا 2 على، انا بقسم اهو سالب 2 على 6، اهو سالب 2 على 6، قسمت طرفي المعادله على سالب 6 اللي هي بتساوي سالب تلت، اللي هي تبقى ايه تمييزها دائري لانها سيتا زاويه كل دقيقه، يبقى الاجابه بتاعتي اللي هي طبعا ممكن اشطب الاثنين مع الاثنين، طبعا هنا 1 على سالب 3 بسالب تلت، يبقى الاجابه بتاعتي سالب تلت دائري كل دقيقه. يبقى هنا خلي بالك، يبقى السلم طوله 10 امتار، يستند الطرف العلوي على حائط راسي والطرف السفلي على الارض افقيه، فاذا انزلق الطرف السفلي بمعدل 2 متر كل دقيقه، اهو بيزيد خدتها بالموجب، فان معدل تغير زاويه ميل السلم، معدل تغير الزاويه اهي على الافق في اللحظه التي يبعد فيها الطرف السفلي عن الحائط 8 امتار بتساوي هل 3 دائري كل دقيقه؟ لا. هل سالب 3 دائري كل دقيقة؟ لا. هل تلت دائري كل دقيقة؟ هل سالب تلت دائري كل دقيقة؟ واضح انها الاجابة بتاعتي اللي هي د.
نشوف سؤال تاني ونشوف هنحل ازاي. السؤال التاني بيتكلم بيقول لي ايه؟ خزان اسطواني طول نصف قطر قاعدته 25 سنتيمتر، يعني نقب 25 وارتفاعه 120، يبقى نقب بتساوي 25 سنتيمتر وعين بتساوي 120 سنتيمتر. خزان اسطواني طول نصف قطر قاعدته 25 وارتفاعه 120، يصب فيه الزيت بمعدل هنا 5000 على لام زائد 40 سنتيمتر مكعب كل ثانية. كلمة سنتيمتر يبقى حجم، يبقى ضلحة على دال نون بتساوي 5000 على لام زائد 40 سنتيمتر مكعب كل ثانية، حيث لام ارتفاع الزيت عند أي لحظة. فإن معدل ارتفاع الزيت في الخزان بيساوي كام عندما يمتلئ نصف الخزان؟ نصفه. اما يمتلئ نصفه يبقى هنا واضح ان لام بتساوي 60 سنتيمتر. طيب نبدا نشوف مع بعض المساله، نرسم المساله مع بعض ونشوف نحلها ازاي. مسالتي اهي، ده عباره عن خزان اسطواني كده، نرسم الخزان الاسطواني ده. طبعا الصوانة اهي، يبقى اذا نصف قطر الاسطوانة بتمتلئ بالزيت، الزيت بصب الزيت بتمتلئ بالزيت، واضح هنا لغاية ما اوصل لنص الارتفاع. طيب نبدأ مع بعض نشوف بقى الكلام ده، اهي الرسمة بتاعتي واضحة. انا بتكلم في ايه هنا؟ حجم الاسطوانة بيساوي ايه؟ حجم الاسطوانة بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. قلنا مساحة الدايرة، قاعدة الاسطوانة دايرة، يبقى باي نق تربيع في اي نق ثابتة يا جماعة. ليه؟ لان واضح اللي بيزيد بيتغير الارتفاع، يبقى الارتفاع ثابت، يبقى ده بعتبر ده ثابت ونص والارتفاع متغير. نشوف مع بعض هنا حجم الاسطوانة. طيب اجي اشتق بقى هنا حجم الاسطوانة، هتقول لي هنا اللي هو طبعا عندي ح اهي بتساوي قلنا باي نق تربيع في اهي، اشتق يبقى ده الح على ده النون بتساوي، قلنا ده ثابت يبقى بكتب باي نق تربيع في ده العين على ده النون. طلب مني ايه هو ايه؟ فان معدل ارتفاع الزيت في الخزان بيساوي ايه؟ معدل، يبقى طالبين مني ده العين على ده النون عندما يمتلئ نصفه. طيب ما احنا كتبنا هنا ان ده الح على ده النون اهي، يبقى هنا هكتب ده هنا 5000 5000 على لام زائد 40 بتساوي باي اللي ما اعرفهاش نقب كام؟ بنصف القطر 25، يبقى 625، 25 في 25 في د العين على د النون. لكن هو بيقول لي عندما لام ب 60، اشيل هنا واحط لام ب 60، يبقى 5000 على 60 زائد 40 بتساوي باي في 625 في د العين على د النون. طبعا دي هنا 100، يبقى هنا ايه؟ طبعا 60 و40 100، يبقى هنا اهي مع بعض ادي 5000 على ادي 0 0 6 و4 10 ادي 1000 اهو، اصبحت دي بتساوي 5 في باي في 625 دي 100 قلنا اهي في د العين على د النون. هشيل هنا صفرين مع الصفرين بقت هنا 50، دي تبقى القسمة على 25 تبقى فيها الاثنين، دي القسمة على 25 فيها ال 25. طب انا عايز اجيب د العين على د النون، بقسم طرفي المعادلة على 25 باي، يبقى اذا د العين على د النون بتساوي 2 على 25 باي.
خلي بالك ده ارتفاع بالايه؟ بالسنتيمتر، يبقى سنتيمتر كل هل دقيقة ولا ثانية؟ كل ثانية. يبقى الإجابة المفروض تطلع 2 على 25 باي سنتيمتر كل ثانية. نبص الإجابات مع بعض. يبقى هنا خزان اسطواني طول نصف قطره قاعدته 25 وارتفاعه 120، يصب فيه الزيت بمعدل 5000 على لام زائد 40 سنتيمتر مكعب كل ثانية، وارتفاع الزيت لام سميناه ارتفاع الزيت عند أي لحظة، فإن معدل ارتفاع الزيت في الخزان بيساوي كام سنتيمتر كل ثانية؟ هل 4 على 25، خلي بالك باي 4، هل 1 على 25 باي؟ مش هي، 2 على 25 باي. واضح الإجابة بتاعتي 2 على 25 باي، واضح أي غلطة هنا والباي تحت مش فوق، يبقى واضح إجابتي اللي هي الإجابة اللي هي إجابة دي. يبقى كده نشوف مع بعض. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا، لو في وقت طبعا، اتكلمنا دلوقتي على حجم المخروط وحجم الاسطوانة. هنشوف برضو مسألة تانية كده بسرعة على المراجعة اللي فاتت على اساس نقدر ايه. هنا المسألة بتقول لي النقطة الواقعة على محور الصداد بحيث يصنع الممسان المرسومان منها للمنحنى ده والمستقيم المار بنقطتي التماس مثلثا متساوي الاضلاع هي. دلوقتي هنا خلي بالك مديني معادله، ادي ص زائد س تربيع بتساوي صفر. هنا اقدر اكتب دي كده، بكتبها ص بتساوي سالب س تربيع. طيب كويس، ولو حبيت اشتق يبقى اقول دال ص على دال س، ده هنا ما قالش معدلات زمنيه، بتساوي سالب 2 س. طب انا هرسم المسألة دي ازاي يا مستر؟ هرسمها اهو كده اهو، ادي محور السينات وادي محور الصادات. لو حبيت ارسم المسألة، لو حطيت هنا س بصفر ص بصفر، لو حطيت س بواحد هتبقى ص بسالب واحد، س بواحد هنا يبقى ص بسالب واحد تحت، يبقى شكل المنحنى اهو. ده المنحنى بتاعه، خلاص؟ ده محور السينات وده محور الصدام. هنا بيقول لي النقطة الواقعة على محور الصدام بحيث يصنع الممسان المرسومان منها للمنحنى ده والمستقيم المار بنقطة التماس مثلثا متساوي الأضلاع. يبقى فيه هنا نقطة كده ودول بيصنعوا مثلث متساوي الاضلاع، ادي كده ادي مثلث اهو متساوي الاضلاع. يبقى الزاوية دي 60 درجة. هنا دلوقتي المثلث ده متساوي الاضلاع، يبقى الزاوية دي 60 درجة، يبقى واضح ميل المماس، ميل المماس بيساوي هنا اللي هو ظل الزاوية اللي بصنعها مع الاتجاه الموجب لمحور السينات بيساوي ظا 60، وظا 60 بتساوي جذر 3، دي اللي هي الميل. يبقى عندي الميل. طيب هنا دلوقتي أنا عندي الميل وبعدين عندي المستقيم ده بيوازي محور السينات. هنا النقطة دي واضح إحداثيها إيه؟ صفر ولام، صفر ولام، لأن هنا الصاد كده. طب عايزين نجيب معادلة المستقيم بمعلومية الميل ونقطة عليه. طيب النقطة هنا اهي، يبقى هنا معادلة المستقيم اللي هي ص ناقص ص واحد بتساوي الميل اللي هو جذر 3 في س ناقص س واحد. خلاص؟ هنا النقطة بتاعتي اللي هي السين بصفر والصاد بلام، يبقى باجي هنا ص ناقص لام بتساوي جذر 3 س. خلاص؟ نيجي نخلي بالنا مع بعض، دي معادلة خلاص معناها س بصفر، يبقى خلاص هنا جذر 3 س، يبقى أصبحت هنا ص بتساوي جذر 3 س زائد ل. أي نقطة تنتمي لمحور الصادات إحداثيها س بتساوي صفر، أدي معادلة المماس، هحط س بصفر، أما أحط هنا س بصفر ويبقى هنا الصاد بتاعتي اللي هي بتساوي إيه؟ لام. يبقى خلي بالك هنا واضح ده مماس للمنحنى، يبقى هنا هحط ايه معادلته، بحط هنا الصاد بلام
واحط السين بصفر، يبقى هنا جذر 3 اللي هو عندي، اللي هي جذر 3، يبقى النقطة دي بتحقق معادلة المنحنى كمان. يعني اقدر اقول ان ص بيساوي ناقص لام تربيع، لان هنا هنا هعوض عن السين بصفر في المعادلة دي، يبقى الصاد بتساوي ايه؟ برضو هنا صفر. يبقى جبنا احنا اللي هو كده، يبقى بجيب النقطة اللي هي عندي للمنحنى، بطلع احداث النقطة وبطلع اللي هي المسألة بتاعتي، يبقى النقطة دي بتطلع اللي هي ايه؟ صفر وجذر 3/2. يبقى هنا واضح ان هنا النقطة صفر وجذر 3/2. أعزائي الطلبة، شفنا قدر كبير من أفكار المعدلات الزمنية المرتبطة، لنا لقاء تاني في المعدلات الزمنية المرتبطة، بس بعد كده هنشتغل حاجة جديدة، نرجع تاني للتفاضل، قطعنا شوط كبير في التفاضل، نرجع نشوف مادة تانية، نرجع تاني للتفاضل، وإلى اللقاء في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.